السلام عليكم. السلام، كيف الحال؟ عساك طيب. انا قمت يا احمد رحت بحثت بجوجل حلو عن اشياء الناس يبحثون عنها. ايه وطلع لي والله طلع اشياء كثير. هذا الشيء الاول. هل وش هل هل, هل كيف ابيك اذا جيت تفتح يا احمد؟ صعبه والله، في اشياء غريبه يمديك تتوقع يمديك تخمن. طيب اول واحده ايه؟ هل اذا نزلت مقطع اسمه هل اتوقع انه بيطلع؟ هل شنك تركي؟ ممكن افتح قل بسم الله. الله ياخذك شوي شقيتها. هل شنق؟ أول واحد. اصبر. هل شنق شو ياسر؟ هل شنق شق ياسر؟ لا لا لا، ممكن. السؤال مكتوب هل شنق هو ياسو؟ مين ياسو هذا؟ أما والله هذا السؤال موجود كذا، أنا مالي دخل، هذا جوجل تعرفه أنت؟ والله ما أدري بس إني أعرفه، هو ترى أصول عربية. وش؟ شوي يعني من هنا وش؟ وش وش وش؟ وش ما من يكتب وش؟ وش يكتبون هال وش فيك انت؟ وش؟ والله تصدقني نسيت، اقسم بالله اني نسيت. وش؟ احسه صعبه. وش شنق؟ وش شنق يسوي؟ احسها كذا من هنا من هنا وبس بخفيف. وش؟ وش معنى اسم شنق؟ الله ياخذ ابليسك. ايوه ما ادري انا. طيب وش معنى اسم شنق بونك؟ ما ادري، ما له معنى. بالله عليك والله ما له معنى. معناته احط كود استكسب. يلا بسم الله. هل شنق متزوج؟ الله يقطع ام الغبنه. وش هل شنق تيك توكر هذه؟ الظاهر انك يعني مين ذا اللي قاعد يبحث هل شنق تيك توكر هذا؟ الظاهر ان هذه طلعت من بعد ما نزلت من تيك توك. هل شنق تيك توكر هذه؟ لا ما هي تيك توكر. لا ما انت بتيك توكر. طيب هل شنق متزوج؟ هذه مره متزوج اتوقع. والله حسيت اجاوب. اي طبعا جاوب. اي مزوج. شو السؤال؟ وين زوجتك؟ في 24 ساعه بالغرفه ما هي مزوج. هل شنق احمد وانا ابحث اقسم بالله العظيم طلع لي اشياء غريبه. والله العظيم اشياء غريبه عجيبه. هل شنق يحبني؟ اي والله في سؤال اقسم بالله يا احمد اني وانا اكتب اقول الله. وشلون الواحد قاعد يبحث كذا؟ شوف ظهرنا هنا. طيب هل شنق يحبني؟ قايل لك والله العظيم قايل لك. الله ياخذ ابليسك. تدورني ميت ولا حي؟ يلا مو مشكله ماني بميت. كيف شنق يلعب فورتنايت؟ حلو. تعرف على الله يقطع ابليسكم. كيف شنق تعرف على ناصر؟ هذه سالفه طويله مره. تعرفت عليه عند لاما ببليزنت بارك، كان يروح يلحق لوت هناك، كنت انا وياه نتهاوش على اللوت، حسيت ان شعورنا متبادل تجاه اللاما، كان كلنا هدفنا واحد اللي هو الموارد. من بعدها بدات علاقتنا، علاقه حب اللوت، صار هو كلب اللوت. طيب اللي ابي منك تفتحها واحده بشويش. واحده واجاوب واحده. اي بسم الله. اول سؤال، وش معنى اسم سبفكس؟ اسم سبفكس هذا كان مقطع شرحته اني كنت العب كود اول، قررت اني اسوي كلان. الكلان اللي سويته هذا كان عباره عن سب، شفت الفكس اللي بعد سب؟ كل واحد يغير الاف، سبفكس سبجكس الى اخره. كنا جروب 8 اشخاص، كل واحد سمى اسم. كملنا فيه لمده سنه او سنتين في كود 8، وبعدها وقفنا وانقطعنا انا والشباب، بيننا تواصل لكن يعني غيرنا ابعدنا عن هذه، الا الاسم باقي ثابت معي، بس البقيه كلهم غيروا. صرت انا لحالي ماسك الكلان هذا، وانا الوحيد اللي الان مستمر في الاسم هذا، الحمد لله صار اسمي يعني. طيب الحين يعني لو مثلا لو شنق دخل معك بالكلام مش بيصير يعني بيصير سبجكس مثلا سبجكس الزبده اللي يغير الاف. إيه طيب ما ينفع يصير شنق فيكس ولا شيء؟ لا هو لازم سب بعدين بدل الاف اللي انا حاطه فيكس يحط اي شيء ثاني. سبجكس سبجكس بس كذا، بس الحرف هذا يتغير. حلو. هذه كانت فكرتنا زمان قبل يمدي 6 أو 7 سنوات. بس معلش الاسم ما له معنى. ليه سب فيكس طلع من باور؟ والشو هذا شنو؟ انا طلعت من باور؟ لا يمكن ولا يمكن. انا ما طلعت من باور يا جماعه الخير، ولو طلعت وان شاء الله ما اطلع ابلغكم، بس انا ما اطلع من باور يعني. ويا باور اللي بعده يقول كم رقم جو يعطيك العافيه يا اخو. وش اللي رقم جو؟ كم رقم جوال سعد؟ 055. شوف ما بحث عن هالشيء الا انه يحبك يا اخي. والله العظيم اني احبه واموت فيه. عشان هذا الشيء اللي انا احبه، عشانه مسوي له تويتر وانستغرام وسناب شات وتويتش ويوتيوب، كلها يجي يتواصل معي فيها ارض. هل يغلى رقم الجوال على الناس اللي يحبونك؟ طب انا بجاوب. اتحداك والله اتحداك. يا اخي ما يغلى عليهم يا اخي. اتحداك. بس كيف اتواصل مع الناس اللي في بيني وبينهم شغل كذا؟ يا اخي في ناس يحبونك. يا اخي 0520 دقوا علي. اللي بعدها كم عمر سبفكس؟ عمر سبفكس يا جماعة الخير صدقني ما جاوبته، حتى في البث ما ذكرته ابدا، ما قد قلته. اشياء هذه شباب انا بقول لك اياها صدق، هذه اشياء عرفت الناس يبحثون عنها كذا، اشياء شوي جايه يعني محرجه على خاصه على كذا فيها سبايسي شوي. السؤال هذا كان في كوماند له في التويتش. حلو. والكوماند هذا كان مده سنتين غير صحيح، وانا كنت بقرا ما اعرف اشيلها وارفرك.
وموجود عمري. دخلت السنه الجديده وتكلمت ان هذا يوم ميلادي وسالوني ولا جواب، فلذلك هذا السؤال يعتبرني ما هو خاص، ولكن انا يعني احتفظ بالاجابه وباذن الله في مقطع يعني بعدين ان شاء الله تعرفون. حلو، يعني بتعلمهم يعني باذن الله بس في الوقت المناسب. اللي بعده، وش تويتر سبفيكس؟ تويتر سبفيكس ISOPFIX، هذا تويتر الخاص فيني، يعني سوالف على جيبويات احيانا. دام الناس يسالون عن تويتر حقك والله انهم يستاهلون شيء، صدق والله انهم يستاهلون شيء. في اليوم اللي بينزل فيه هذا المقطع ما راح اقول لكم شو الجيبوي، لكن راح يكون في جيبوي. تدري كم فايز؟ ايوه 5 فايزين. تدري 10 فايزين؟ بالله عليك. اي والله 10 فايزين. اي والله، سوي فولو على تويتر باذن الله لك انت المتابع جائزه، والله يجزاكم خير. وهذا تويتر حقي اللي سمعنا. يعطيك العافيه يا سعد. ليش رايد طلع من اسمر؟ ليش طلعت من اسمر؟ طبعا اسمر كلهم اخوياي، اخوي معهم كلان كبير وناجح من دوني، سواء انا معهم ولا ماني معهم ناجحوا، فبرضو باور اخوياي، فكل الكلانات هذه كبيرة. لكن انا اشوف مصلحتي اني ادخل باور. سؤال ثاني. يا الله يا رسول الله، ليش لابس كاب؟ والله ليش لابس كاب؟ ان شاء الله اذا دخلت مليون باذن الله راح تعرفون، راح انزل الكاب باذن الله. دخلت مليون؟ اذا دخلت مليون بنزل الكاب باذن الله وتشوفون المتخبي. كم؟ لا تقول كم عمرك، تكفى. كم عمرك؟ يا اخي وش الاسئله ذي؟ هذه اسئله الناس، هذه لو تبحث عن رائد كذا جوجل تلقى هذه الاسئله. عمري 16 وكم شهر؟ هذا عمري. ايه صبر صبر صبر، ما تسوقها. هذا عمري 16 وكم شهر؟ تبي؟ والله بكيفك. الطويل هذا احس انه قصه، ما ابي ابتعد. والله ما ابي ابتعد. ما ادري طيب. احس انه يخوف ابي هذا. الرايد ميت، وش ذا؟ هذا هم سهلينها. الرايد ميت، لا والله انا حي ونرزق، اللهم لك الحمد. رايد شو انا متاكد؟ لا 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 لا، حي 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 والله حي. والله اني حي، ايش فيهم يذبحوني وانا حي دوره؟ بسم الله. الرايد عنده كرشه. لا شباب ما عندي كرشه، انا اوريكم. بسم الله. شوفوا. لكن باذن الله انا داخل نادي الان، احسبوني شهر اوريكم نادي. الله يستر الطويل ذا. بسم الله. اسم حساب رايد في تويتش RAED بس. هذا حسابك في تويتش؟ هذا حسابك في تويتش RAED رايد. يعطيكم العافية يا شباب، لا تنسون اللايك والاشتراك واسرع لمواجهتهم. كيف؟ كيف شنك؟ كيف أصير زي شنك؟ كيف أضيف شنك؟ متى شنك بدأ اليوتيوب؟ هذا سؤال طيب، والله انه سؤال طيب. متى يبث شنك؟ ما عندي وقت معين، لكن يوميا ابث في نونو لايف. هذا اكتب اربع اربعات بس في جوجل يطلع لك على طول شنك بونغ، او اكتب اي دي. طيب، فاوقات البث عاده يا اما الليل يا اما الظهر، لو تتابع لي بتويتر تفعل الاشعار يجيك على طول مثال، او نونو لايف تسوي لي فولو. نكمل، وين شنك عايش؟ اي والله 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 ابو حميد انك ترى مفير اقسم بالله. طيب وين شنق يعيش؟ انا من سكان الدمام لكن اعيش في الرياض. كم وزن، كم طول شنق؟ اعرفهم هذول الملاقيط. كم طول شنق؟ ها كم عمري؟ صدق ما ادري كم عمري. انا اعرف، اتوقع 24 25 6 4 4 والله اتوقع 24 والله اعلم. ايش شنق يسوي؟ ايش سياره شنق؟ الانترا 2015 ما فيها ولا حاجه سليمه، وراكان خربها زياده بعدين صلحها بعدين. ايش سوى؟